شو معلم نعيم؟ زبط التلفزيون؟ كانت ملصل تعز الجوانية بس هلأ كل شيء اسمه فيوزات وشرايط لحامتون. ايه هني طلعت من قصة الفيوزات. نعم مدام، الفيوزات هن اللي بيخلوا انه الصورة ما تطلع منيحة او ما تطلع. في عدة عوامل مدام، الفيوزات، الكهرباء عم تلعب. هلأ شوفينا مش من هون، هون ما بتشوفي شيء. مدام بليز الله يخليك، من هلأ بنشوف الصورة سوا من تاني ميل. سوري، بس خليني نحط المفك بال شو اسمه العدة. واو عدة فرجين شو مهضومة هول كلهم تستعملون العدة؟ مدام في اشياء بنستعملها وفي اشياء قياسات وكهرباء وهيك، يعني ما فيها. لا بشرح لك اياهم كلهم لانه بدها وقت. حضرتك بس بتصلح تلفزيونات؟ انا يعني مدام انا عامل الكترونيك. يعني بتصلح كل شيء كهرباء وفيوزات؟ كل شيء الكترونيكات وفيوزات بعملها. يعني في شيء نهار تصلح لي فيوزات. بنشوف الصورة؟ ايه اكيد. فرجينا الصورة. فرجينا الصورة. شوفي مراية اسمها. لحظة. شوفي من عندك جربيها. شو صارت حلوة الصورة. كثير عجبتني. عن جد شاطر كثير. ميرسي. طيب تفضل نشرب فنجان قهوة نحكي، يعني انه اوكي ما عندي مشكلة. طيب تقعد شوي. طيب وين؟ دخيلك جوزي تخبى دخيلك. شو عم نعمل؟ عم نصلح التلفزيون. لك يا خي ما هو ظنين دخيل عرضك تخبى. هلا هلا حركيبو. مرحبا. هلا حبيبي كيف ماشي الحال؟ ماشي الماتش. شو عم تحضري لي اياه هلا هذا؟ شو هو اللي عم بحضره؟ حياتي بدي احضر الماتش المنتخب اللبناني هلا دخيلي. يا حياتي هلا وقت التوشي. ليش لك شو حطت لي لك؟ ولا وعباس وقلك لا هو بس لا تركيني خلص روح. قدم ناحية اليمين. يا حبيبي يا كابتن روح يا حجاج روح يا معلم روح. عباسه يا عمي شو اشبه؟ جوعان مانا جوعان دخيلي. انا وياك مني يا رولا انت بتعرفيني الفوتبول اكلي وشربي ما تحكي حبيبي هلا فوتبول مش وقت عايز. ما بدي قوم شو قصتك؟ خليني اقطع. روح كابتن روح. وعي ها لطيف بعد ما صفر صفر يا عباس كل النهار قاعد بنفس. طيب فوت اتحمم ورجع اقعد كفي. انا بقول لك شو صار. انا بقول لك شو صار. ايه لك نزلها هيك ضروري لك قبل موس بدل ما تشوطها هيك. شوطها هيك لك يا كابتن. ماشي الحال يلا تروق اعصابك. ما بدي قهوه. تعال نعملها سوا. يا رولا ما بدي شيء خليني احضر على الماتش. دخيلي اسعد شو عملوا ركزوا لا 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 وقتها يا حكم. هلا انت هاي الحكم عملت لنا اياها خبطنا الخبطه بسيطه يا حبيبي روق بالك. خلص يا عمي ماشي الحال. لا لا ماتش نهائي هذا. لا روح روح يعطيك العافية. روح لكن حبيبي كيف ممكن يجي هذا؟ يلا معلش اسحبوا شباب. قوة هجموا. شو ما انتبهت هلا انه في رجال قطع من قدامك مثلا؟ بلا شفتهم. هذا اللي اخذ كارت احمر هلا. كرة كثير ضعيفة. هذا اللي اخذ رفع له الحكم البطاقة الحمراء راح. يعطيك العافية روح معلم خيرها بغيرها معلش. بس احنا بتسعة بدنا نطجوا 9 لعيبة بدنا نطرق.